يعني هنالك وجهة نظر، الأمريكان يعني ما قدموا هذا الدعم الكبير من 2003 لحد هذه اللحظة إلى العراق، وأكبر دليل على ذلك لا صارت إعادة إعمار، لا صار تمويل للمؤسسات العسكرية، بل بالعكس يعني جو الفاسدين وسرقوا كل شيء. الأموال الأمريكية يعني لم تنعكس فعليا، والدعم الأمريكي على تحسين حياة المواطن العراقي. لماذا نتأمل يعني من مثل هذه الحوارات دعم ممكن فعلا أن يؤدي إلى شيء إيجابي بالنسبة للعراق الآن؟ أشكرك على السؤال. شوف، أنا من خبرتي، أنا كنت طبيب مكتب التعاون الأمني في العراق، من كنت في الخدمة الفعلية، وكنت طبيب السفارة من 2012 إلى 2013. في خلال عملي وخلال وجودي لمدة سنة كنت أشوف الدعم المادي والمعنوي والتدريب في كل مجالات العسكرية والأمنية. بالإضافة إلى ذلك، أنا كطبيب ويا زملائي العراقيين كنا نتعاون لبناء مؤسسة صحية في القوات المسلحة العراقية. فمن خلال عملي هذا اللي شاهدته وهذا اللي شفته، اهتمام الولايات المتحدة بتطوير القدرات الأمنية للقوات المسلحة العراقية اهتمام جدا. شوف، حتى يكون عندك بلد أو بلد متطور يكون عندك ثلاث شغلات: أولا يكون عندك استقرار أمني، ثانيا يكون عندك حكومة فعالة وقضاء مستقل حتى ممكن يمشي البلد، وثالثا يكون عندك اقتصاد زاهر حتى يبني بنى تحتية للبشر. العراق للأسف عنده مشاكل في المجال الأمني، عنده مشاكل في المجال الفساد وإدارة الدولة. حتى هل الحالتين تكون مستقرة، حتى ممكن أي مال أي مساعدات تجي تروح للجهات اللي تحتاجها. هاي واحدة. اثنين، الجولة الأولى من المباحثات ما بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي كان أكو موجودين من الجانب الأمريكي، مو بس الخارجية، أكو ناس من البيت الأبيض، أكو ناس من وزارة النفط، وزارة المالية، ووزارات الصحة، كانت كلها موجودة. وأكو واحدة من الشغلات اللي حكوا بها هي زيادة التعاون والتفاعل ما بين الجامعات العراقية والجامعات الأمريكية. هذا الشيء وزارة الخارجية الأمريكية كلش مهتمة به. فالجانب الأمريكي مستعد، يبقى الجانب العراقي لازم يجي. وبالمناسبة أؤكد لك من خلال حديثي مع زملائي في الخارجية، كانوا كلش مهتمين وكلش يعني منبهرين بالوفد العراقي اللي كان يقوده الأستاذ عبد الكريم هاشم مصطفى.